نظم الصندوق الوطني لغير الأجرة خنش لاكاسونس أبواب مفتوحة منذ بداية شهر نوفمبر إلى غاية نهاية شهر ديسمبر من أجل التحاق المنتسبين وغير المنتسبين لهذا الصندوق من أجل الاستفادة من عدة امتيازات كبطاقة الشفاء والعلاج بالعيادات الخاصة المتعددة وأيضا لتسديد مستحقات من المتأخرة في هذا المجال. وأشكرهم على هذا الحضور الفعال. اليوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كاسنوس خنشلة يفتح أبوابه من أجل عملية تخصيصية لكل المنتسبين لدى الصندوق الوطني والغير المنتسبين الناشطين. طبعا وجه لهم هذا النداء بالالتحاق الفوري لكاسنوس خنشلة وذلك مع أواخر شهر ديسمبر من أجل تزويد اشتراكاتهم والحصول على ما كل هذا الصندوق من بطاقة شفاء من المعاش من العجز التكفل بهم داخل العيادات الخاصة والحصول على بطاقة شفاء والعلاج المجاني. نحن نوجه لهم النداء بالالتحاق قبل 31 ديسمبر وأبوابنا مفتوحة طيلة هذه الفترة من السبت إلى يوم الخميس. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاتحاد العام للتجاره الخارجيه على مستوى ولايه خنشلة نشوف في هذه الايام هذه الصندوق الوطني الصندوق المحلي لغير الاجاره كاسنوس خنشلة اللي هي دائما اتصال مباشر مع الاتحاد العام للتجاره وانا يعني ماهيش مرافقه يعني اللي انا نتلقى معاه من الحروف معاه بلي انا دائما يعني دائما اتصال مباشر معاه وانا نشوف يعني اللي هي العملية نتاع تحسيس تحسيس صارت يعني من وقت كورونا وانا نخدموا مع بعضنا نشوفوا بلي الابواب هذه دائما نشوفوا فيها يعني راهي ايجابية بالنسبة للتجار. احنا ما نقولوش يعني احنا كتجار دائما نحوسوا على البليس ولكن يعني مع الدكتورة مدام الحمدي انا دائما اتصل مباشر معها وهي كي الابواب تاعها مفتوحة دائما وانا نطلبوا دائما من الدكتورة بلي تكون الخدمات احسن من هكا ان شاء الله. الصلاة والسلام على أسر المرسلين. لو الاتحاد نحضر اليوم بهذا المنح التخصيصي لفائدة الصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء اللي راحنا مشاركين فيه منذ مدة والحقيقة التسديدات كانت في وقتها لكن كما كان ذكر بعض الزملاء انه في بعض المدارس مش على مستوى المديريه لكن على مستوى المركزي نتمنى ان شاء الله ان ينظروا خاصه مع الوباء نتاع الكوفيد كثير من التجار اللي راهم ضروا انهم ينظروا لهم ويحاولوا كيفاش يسيبوا لهم حل خاصه في التسديدات. نشكر المديرة اليوم إعلامي موجودين علينا في ولاية خنشلة كل سنة المديرة وجدنا دعوات القطاع الخاص من كل شرائح اليوم رانا نعرفوا الناس على لاكاسنوس هذه ان شاء الله رانا نغطيو فيها وتقريبا رانا تقريبا 100% يعني من التجار من المقاولين من الحرفيين من جميع الشرائح واش راح نقولوا ربي يعاون المديره وربي يعاون ولايتنا وربي يهدينا لبعضنا وهذا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا موجودين في مديريه كاسنوس على راسها السيده المديره ومعنا شركاء اجتماعيين ممثلي الحرفيين وتجار الصغار وسائقي سيارات الاجره الى غير ذلك. هنا كما موجوده ايجابيات في المديريه هذه على كل حال وجود نقائص، النقائص هي يعني موجوده على مستوى يعني فلربما المديريه العامه العاصمه وين احنا يعني حضرت استقبال وديبان مفتوحه والتنسيق وكذا والتسهيلات موجوده الناس باش تسدد الاشتراكات نتاعها وين احنا المقابل
مقابل هذا مقابل هذا السنين لازم تكون فوايد. فوايد هي يقولوا بطاقة الشفاء إلى غير ذلك من اللي رمبورسمون تاع لي فري ميديكو. حنا الشيء اللي خصنا ماذا بينا الدولة يعني تشوف لنا يعني بعين الرحمة. حنا راهو قال شي واحد لي كوتيزاسيون تاعنا اللي راه دي نمارسوا في المهام.